السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان الكرام، الحل النهائي لمشكلة الباي بال في الجزائر. شوفوا الإخوان الكرام، ما دادوك تحوس على بطاقة فيزا كارت، ما تحوس على أي شيء. بالنسبة لنا احنا كجزائريين عندنا مشكلة كبيرة في الباي بال، والباي بال بربي شر هذا هو الحل النهائي تاعو، وأي إنسان في الجزائر بالغ من العمر 18 فما فوق يقدر يديره. الحل هو شنو الإخوان الكرام؟ ربط الحساب البنكي وايز مع الباي بال، سهل جدا. شوفوا الاخوان كيفاش تربط الحساب، دوك نديرك شرح تطبيق كيفاش دير تربط الحساب تاعك. سهل جدا، لازم تفتح بار اكزومبل، تفتح عندك محفظه اورو، زيد تفتح محفظه تاع دولار، هو يتربط بالدولار. الاجراءات تاعك تم، تحط الرقم التوجيه البنكي، زيد تحط الرقم الحساب البنكي، تحطهم في زوج. دوك ندير لكم شرح تطبيقي المهم الاخوان كان دوك نشوفوا شرح ربط الحساب البنكي تاع وايز بباي بال. نروحوا لهنا وراك تشوف لا سوري لهنا، اضافه بطاقه او حساب بنكي، تكليكي عليها عادي. هنا بعد ربط صاحب الباي بال، خلينا من هذه البطاقه السيبر انا درناها. دوك حنا واش نولوا، حنا نحتاجوا بطاقه ربط الحساب البنكي. ربط الحساب هنا كما راكم تشوفوا الاخوان الكرام، هنا ربط حساب بنكي امريكي. هنا نشوف واش راح دير، هنا حساب جاري وكان حساب توفير. حنا واش راح نديروا دوك حنايا، واش كاين؟ تحط رقم التوجيه البنكي ورقم الحساب البنكي. نروحوا لهنا، سما ما حبش نظهر المعلومات تاعي. ها هو رقم التوجيه البنكي، وهنا رقم الحساب من 3/17 حرف، واش راح يقول لك هنا. بعد ما نحطوا هادو الاخوان الكرام، هنا رقم التوجيه البنكي تلقى مكتوبه سي اش، ورقم الحساب البنكي. بعد كليكي دير موافق، تستنى الاخوان الكرام هنايا ياخذ لحظات باش يعطيك لاما كيما نقولوا حنا الكريدي. هنا واش يقول لك هنا؟ باش يكونفيرمي لك، يبعث لك كونفيرماسيون اس ام اس. دوك نورمالمون جيني انا اس ام اس، يبقى راه جاني اس ام اس. هنا واش راح نديرو؟ ندخلو الاس ام اس اللي جانا تاع الكونفيرماسيون. هنا رانا دخلناه كيما راكم تشوفوا على المباشر. لاما الاخرى باش يعطينا شغل الكريدي، هو يرسل لنا نورمالمون يرسل لنا، شوف شحال راه يرسل لنا. هو هنا واش يقول لك؟ كيفية تأكيد حسابك، تحقق من قيمة المبلغين المودعين بالضبط. بار اكزومبل، لقد قمنا بايداع مبلغين صغيرين قيمة كل منهما اقل من 1 دولار، يعني من 0 ل 50 وهبط، وسوف تتلقاها خلال 3 الى 5 ايام، وسوف يتم خصمها في عملية سحب واحدة بعد بضعة ايام. كما تربط البطاقة حاجة سهلة، دوك انت تصبر عليهم. هنا واش دير لهم؟ هنا دير موافقة. هنا باسك بعد كي تجيك انت، بعد واش يجيك؟ يجيك بار ايميل، يجيك بار اكزومبل 0.3 0.4، يجيو في دو كونت. انتايا تخير ديما الاخراني، بعد كي يجي نوريه لكم، تخير الرقم الاولاني درس له بار اكزومبل 0.3، تحطه هو الاولاني لهنا، والدوزيام تحطه 0. بار اكزومبل 0.8 ولا 0.50 تحطه. هذا ما كنديرو موافق. هنا واش تخرج لك؟ بغضون ما بين 3 الى 5 ايام عمل سنودع مبلغان صغيرين اقل من 0.50 دولار. تستنى دوك هما يرسلوا لك في الباي بال، يربطوا الحساب تاعك البنكي، ودوك نشوفوا كي يرسلوه ان شاء الله نعاودوا نكملوا الاجراءات تاعنا. بعد نهارين الاخوان بالضبط رجعوا لي كما قلت لك لا فوا باسي، يعطوك مبلغين سما مبلغ رمزي كما نقولوا حنا. بعثوا لي 0. دوك نشوفوا لهنا كما راكم تشوفوا، هنا بعثوا لي 0.18 هي الاولى، 0.19 هي الثانيه. دوك انا واش ندير؟ نعاود ندخل هنايا، عاود انفورماسيون، نكليكي عليها ولا البنك كما راكم تشوفوا الاخوان الكرام. هنا سمع العمليه ما استغرقش وقت. هنا يقول لك لقد ارسلنا مبلغين صغيرين اقل من 0.50 يو اس دي تي يعني الدولار للحساب البنكي. وهنا واش تلقاها كي باك تشوفوا لا صوره هنا، دوك نكبرها لكم. هاي هنا تاكيد الحساب، هنا نديروا تاكيد الحساب الاخوان الكرام. هنا واش يخرجوا لنا؟ المبلغين. نروحوا حنا المبلغ الاول شحال جاني؟ هو ديما شوفوا المبلغ التحتاني هو 0.18. نديرو هنا المبلغ الاول هو 0.18 دولار، وهنا 0.19. نديرو تاكيد هنايا حساب جاري، يعني نورمال تم تاكيد حسابك سي بون. نديرو هنا تاكيد الحساب. هنا كما راكم تشوفوا الاخوان الكرام، راهي تبدلت الواجهه ولات بالازرق. هنا الحساب الجاري، هنا هو ربط الحساب مؤكد 100%. حساب البنك تاعي هنا ماشي مشكل. هنا ودك تعين اسم المستعار، تحب تبدل اسم الحساب، احنا نخليوه كيما راه. هنا التحويلات الاوتوماتيكيه، احنا واش نديرو هنايا؟ بار اكزومبل التحديث. هنا واش يخرج لك؟ تحب انا مديرها بالكارت فيزا تاعي، وانت تحب تكتبها تحويل حساب بنك.
انا ندير ماستر فيزا تاع ماي فيد، بس انا فيزا هذه الفيزا كيما راكم تشوفوا الفيزا تاع وايز، وهنا الحساب البنكي تاع وايز. دوك انا نخير بيناتهم، اسكو الحساب البنكي تاع وايز ولا الفيزا تاع وايز، لكم الخيار الاخوان الكرام. هو نذكركم برك باللي في الحساب البنكي ما راحش نحيوا لك اقتطاعات كل اخر شهر، باغ اكزومبل في البرومي كل برومي راح يلحقك الفيرمون تاعك نورمال، تحويل اوتوماتيكي رقم واحد في الشهر نورمال. هذا ما كان. كاش ما عندكم سؤال اخوان الكرام اطرحوه في التعليقات. السلام عليكم، تهلاو في روحكم.